لا انا هاي اريد، انا اريدها لغرفتي كيف انا هاي اريدها. اوكي انت بس تمثال هنا واضح بس حتى يس نرفزت نرفزت Hello guys, welcome back to my channel. اليوم ماخذتكم فلوج وياي اشوفكم ايش راح اسوي. طبعا هسه تقريبا الساعه 4 الظهر وهسه راح ابلش اخذكم وياي بالفلوج لان بصراحه داريد اشتري يا انا علي سي هاي. اريد اشتري مرايه مثل هاي اللي تشوفون هاي المرايه هاي اريد احطها بغرفتي لان كل ما احطها بغرفتي اريد اخليها بغرفتي. بس قبل ما نطلع اريد اقص هاي الاناناس هاي علي حتى تبرد من نرجع. أول شيء الرأس مال الأناناس هاي أناناساية تقصوا الباينابل وتقصون الجوا مالتها هم وراها تقصون الجهاف تشوفون بهالطريقة بس إذا تشوفون مالتها النواية تكون هنا بالنص فتسووا هم تقصوها أربع جهات طلع لي حافظة واحد اقص 20 ليتس جو يلا البس حذائك انا خلصت هيانا الاناناس احطه بالثلاجه طبعا علي هسه نظف مالته جامد تشوفون عبالك مطر سياره وسخه اوكي بدنا نروح باي مكان طبعا داقلنا علي يشتري لعبه سيارات حتى انا وياه اثنيناتنا نلعب بلاي ستيشن لان مرات يعني قاعده اني بالهوب وهو بس قاعد يلعب وتسمعوا طط 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 واني شنو هيك بس هيك قاعده واقلب بالتليفون واقول له اريد اتعلم اريد العب سيارات يعني بصراحه انا مره لاعبه سيارات وكلش حبيتها. او ستريت فايت تتذكر من كنا نلعب ستريت فايت ستريت فايت هاي حرب الشوارع كلش احبها شي بس دوز بي ما لا تركيز ولا شيء بس منا ومنا بس لا والله ركز انت ما مجرب تلعب وياي ايش ما ادري يمكن افوزك اوكي ان شاء الله ما راح نطول نريد بس نلبس الماسكات حتى نباوع على المرايات ونطلع البس يلا تعالوا ندخل شعري طار ايش تحكي باي اوه باي ايش قد كيوت الثلاجه اي صوب ايس كولر كان نروح على المرايات اتس كورونا تايم هيانهم هاي هاي اريد اني هاي لا اني هاي اريد اني اريدها لغرفتي كيف اني هاي اريدها اريد احط عليها ذهبي اريد احط عليها ذهبي تطلع كلش حلوه بغرفتي قصيره اصلا زين حطها هناك قصيره حطها هناك هي اقصر من مالتنا بهوايه بصراحه قصيره صح ولا لا؟ اي بس اقدر اغيرها طولي تقدرين؟ ما اقدر اطولها ماكو غير بس هذول المرايات اثنيناتهم قصيرات لان احنا مالتنا شويه اطول هاي حلو حجمهم صح؟ بس ما قصيرة مو مثل ذيك يعني اللي عندنا طويلة طويلة يعني مالتنا خط صح هنا عندهم رايات بس كليتها قصيرات صغار ما عندهم كبار I'm so sad now ما اعرف غير محل يبيع هواية مرايات اللي عايش بامريكا يقول لي حبيته؟ انا كلش حبيت شكله غريب لي انت ها؟ زفلت بيها ها يعني خلاص ها هي؟ تعال امشي خلينا نروح طولين يا رفي كوما اكو عالم باللاين هسه نريد نروح على غير لوكيشن هو نفس المحل بس بغير لوكيشن What time do they close? 8? So we have time طبعا ما تخيلون شنو الاستعجال اللي جينا فيه طلع بعد ساعة الله يسدون احنا عبالنا بعد أربع دقائق هاي مو حلوة No This is too skinny هي حلوة بالغرفة حتى ما تاخذ كوم مجال بس نو no, أنا أريدها شوية أكثر. What's the point of that؟ باقيات كلهم هم صغار هذول هم كانوا موجودين هناك.
اتذكر شكلهم. That's it. ما عندهم غير شيء. لا لا والله هواي كلش زايد عليكم يعني. ليش هالقد؟ واو. بس هاي عندهم جايزة طويلة تشوفون، وهاي اللي بيها ورود. جايز ملقينا مراية خلاص. What can I do؟ وين هروح هسه؟ ما ادري. تروح تشرب قهوة؟ لا شنو؟ انا جوعان. اوكي او صدق يلا رجع للبيت. الشرمب اللي ببيت شنو شخباره؟ اسوي شرمب؟ والله I can cook. بس شو اسوي وياه؟ روز شريمب وفشي وياه. حبيت. That's good. يلا نبلش بالطبخ. حد بدلت هدومي لأن حرجع البس نفس الهدوم دا أروح بيت صديقتي. أوكي جايز، الأكلة اللي راح أسويها هسة هي راح تكون فرايد رايس وراح أحط وياه شريمب. خلي أشوف لكم شنو الأشياء اللي تحتاجوها. أكيد راح تحتاجون شريمب، تقدرون تاخذوا هذا الحجم أو الحجم الأصغر أو الحجم الأكبر بكيفكم، المهم يكون عندكم شريمب. راح أطبخ الشريمب ويا باتر حتى يصير طعمه طيب، البتر اللي هو الزبدة. خلي أشوف لكم شنو راح تحتاجون. أنا هنا عندي الشريمب حاطته هنا وطلعته من الفريزر، فبعد دا يذب بالمي مالته مال تجميد. هنا عندي تمن، طبعا تطبخون التمن بطريقه طبيعيه شلون ما انتم تطبخون التمن اطبخوه، انا هذا اللي راح اسويه. هنا عندي ثوم والجنجر لان راح احتاجهم من اطبخ هاي البيس، طبعا معلبات اشتريهم هذا. وهنا عندي الكورن اللي هو الذره، طبعا تقدرون تضيفون الصور اللي تريدون من الخضروات، بس انا هذا اللي راح اضيفه هسه. اول شيء راح ابلش اسويه، طبعا الانسان الطويل يعاني والله العظيم، بس اتس اوكي. اول شيء راح ابدي اسويه هو اطبخ الشريمب والتمن. التمن راح اطبخه بالطريقه العاديه، ما يحتاج اعلمكم شلون، فراح ابلش اطبخهم بنفس الوقت. طبعا مثل ما تشوفون دا استخدم زبد، اني ما استخدم زبد بس لان الاكله علي ما يريد اويل غير بس الزبد، فاذا كذا استخدم الزبد. الزبد تقريبا كله تمام، بس راح اضيف الشريمب حتى اطبخ الشريمب. الشريمب اللي عندي اياه هنا الذيل مالته موجود، فلازم اشيل الذيل كليته قبل ما احطه فوق الزبد، فراح اشيل هسه كل الذيل. طبعا نحتاج صويا صوص، وعلي راح يجيب صويا صوص، يعني هو اخر ستيب تحتاجه هو الصويا صوص. شلت كل الذيوله وهسه راح اضيفها فوق البار. قشرنا هالقد ثوم، باعوا هالقد راح احط ثوم. الجنجر بس هالقد راح احط، يعني طعمه كلش قوي. وصار الشريمب بهالطريقة، هسه راح اطلعه احطه هنا على صفحة. راح اضيف الذرة والبيز، اثنيناتهم راح اضيفهم بنفس الطاوة. دا احط ملح، طبعا حطوا البهارات اللي انتم تريدوها. هاي دا احط فلفل اسود، ملح، نص الحرارة نص لا بدي اثنين خيول ملح وبعد هنا عندنا ثلاث بيضات دا اخبطهم هنا اخلي على جهة الخضروات، وهنا اضيف البيض. بس تسوون البيض تطبخوه مثل ما تطبخون البيض العادي. انا جوعان. هسه راح يصير اكل، ما بقى شيء. يعني تظل بالمطبخ؟ لا ما بداعي. جيب الزبد، هاي كليتها زبد. باعوا شلون صار؟ هسه صارت الخضروات والبيض كليتها زبد. هسه حركة شوية. هسه في انا التمن، احط التمن، قولي ايش قد احط. ورا التمن حطينا الشريمب، هسه علي دا يفتح الصويا صوص حتى نحط الصويا صوص. هاي اول مره نسوي هاي الاكله، طبعا شفناها اونلاين. This is how you make it، قالوا ب 20 دقيقه تصير.
احنا تقريبا صار لنا اكثر من 20 دقيقه ما ادري يعني شذوا علينا شويه. الاكل صار طبعا علي ما يقدر لازم يتفرج في شيء من ياكل سو راح اجربها وياكم هو ما يقدر يجربها يقول ام دان هو يقول خوش طيبه اي بليف هيم. بصراحة كلش طيبة. تعلمت فشي جديد جربوها واذا حبيتوها هم قولوا لي لان يعني بصراحة هاي اول مرة اجربها وكلش حبيتها وكلش سهلة كانت. Good morning guys. طبعا هسه احنا اليوم الثاني ومثل ما قلت لكم راح اشارككم بروتيني الصباحي. طبعا هاي الاشياء اسويها مره بالاسبوع لان تحتوي على ماسكات اثنين والترطيب العادي اليومي. اول ماسك استخدمه هو ماسك تنظيف البشره بيسكلي يطلع كل الوسخ من البشره. اللي يعرفني ويتابعني من زمان يعرف انه اني هذا الماسك الوحيد اللي استخدمه على وجهي اذا اريد صدق انظف وجهي بطريقه كلش زينه وهذا اكثر واحد اشوف عليه مفعول. من تشترون هذا الماسك راح تحتاجون خل التفاح. طبعا اللي يتحسس من خل التفاح يقدر يحط يا اما كميه قليله ويحط مي وياه او يستخدم بس مي ويا الماسك. راح احط هالقد مثل ما تشوفون وراح احط شويه من خل التفاح. لا تصير هسه بشرتي ناشفه بس راح احط الماسك وياكم. That's it. يخلص هذا الماسك اشيله وارجع لكم. مثل ما تشوفون هسه شلت الماسك الاول راح احط هذا الماسك. طبعا هاي ثاني مره اجربه. هذا الماسك بس ترطيب ما يسوي اي شيء ثاني للبشره فاذا انتم بشرتكم ما عندكم دراي سكين ما عندكم مشكله من النشفان ما راح تحتاجون تحطون فد شيء ثاني ورا الماسك. بس انا مرات بشرتي تنشف فقلت اشتري ماسك يرطب البشره. طبعا هذا الماسك تقدرون تخلوه على وجهكم لفتره طويله او تقدرون تخلوه بس 10 دقائق وتشيلوه. انا احطه على بشرتي بس 10 دقائق واشيله لان بس اريد يرطب البشره ورا ما نشفتها بالماسك الاول. فهو هذا هسه الماسك حطيته على كل بشرتي حتى يرطبها. وطبعا مكتوب هم تقدرون تحطوه جوا العين ومدار مدار العين يعني it's safe بس انتبهوا انه ما يدخل بعينكم. That's it. هسه اترك هذا الماسك على وجهي 10 دقائق وراها اشوفكم الغسول اللي استخدمه كل يومية ونبلش بالروتين اليومي مالتي. اوكي جايز هسه صار لي تقريبا 10 دقائق حاطه الماسك مال ترطيب البشره من سمر فرايديز وراح ابلش اغسل وجهي بهذا الغسول اللي استخدمه ليل وصبح. صار لي تقريبا اكثر من شهر استخدم هذا يعني شهر ونص هيجي شيء. طبعا لحد هسه استخدم هذا بس هسه هذا ضفته الروتيني بالجديد. راح احط شويه على ايدي واغسل وجهي. دائما احاول اقل شي دقيقه اني دا اغسل وجهي بالغسول حتى صدق تدخل الاشياء اللي تنظف البشره بالمسامات وتنظفها. هسه مثل ما تشوفون غسلت وجهي ونظفته بالفيس واش اللي استخدمه كل يوم الصبح يوميا. اول شي راح احطه على وجهي هو فيتامين سي سيروم. تقدرون تستخدمون اي فيتامين سي سيروم انتو تستخدموه. اني هاي البراند اسمها ترو سكين اشتريها من الامازون. احط شويه على ايدي واسوي باد على وجهي. طبعا قبل كنت احط السيروم وامسحها بس تعلمت انه السيروم تحطوه بهيج طريقه ما اتذكر وين شفت بس تعلمت هيج. هسه راح احط اي كريم ما راح احطه هوايه كلش قليل. هذا من إلمس. وهسه راح استخدم وياكم هاي جيت رولر. طبعا طلعتها من الفريزر تشوفون ايش قد متجمده. انا احطها بالفريزر لان الدنيا صبح ومن اقعد من النوم احس انه وجهي هيك باف احسه متروس وجهي ما ادري احسه مبطبط. وجوا عيني هم اسوي لها مساج بنفس الشيء هم اذا اكو بطبطه جوا عيني اسوي لها مساج تشوفون بالصغيره اسوي مساج العيني. هاي جيد رولر لقيتها على الامازون واشتريتها لان شفت انه كوما عالمي يقولون هاي تتخلص من البافينس
هسه راح استخدم هذا مرطب البشرة من Face Reality. هذا صار لي تقريبا سنة استخدمه هذا المرطب. واخر شيء راح احطه على بشرتي هو هذا الـ SPF من Paula Choice. احطه على كل بشرتي. وذاتس ات جايز، هاي كل الاشياء اللي استخدمها هسه حاليا على بشرتي. اتمنى حبيتوا هذا الفلوج وتونستوا وياي. اذا حبيتوا وتونستوا لا تنسون تسوون ثامز اب، واذا بعدكم ما مشتركين بالقناه لا تنسون تسوون سبسكرايب. واني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي.